نموذجية لمادة الفيزياء عام 2022 الدور الثاني، منهج المتميزين. طبعا راح أحاول أحشي عربي جديد أسأل الأجوبة حتى الفيزياء تفهم منهج العربي ومنهج المتميزين. سؤال أول فرع ألف: Two adjacent coils are wound around a closed ring made of wrought iron and the ends of the primary coil are connected to a battery with 200 volts. إذا هنا عندنا الفرق الجهد هو 200 فولت. بعدين قايل مربوطة يعني شنو توالي؟ If the coefficient of self-induction coefficient of the primary coil ملف الابتدائي السيرفنتر اللي هو المعامل هذا الذاتي مال الملف الابتدائي هو 25 هنري. Then calculate all the time rate of the change of the current of the primary coil at the moment of the closing the circuit. عيد معدل تغير بالتيار مال الملف الابتدائي شو وقت في لحظة إغلاق الدائرة. السؤال الثاني: mutual induction coefficient between the coils of 40 volt and use electromotive force يعني induction 40 volt. إذا يريد ال M من الفرق الجهد 40. The end of the secondary coil is created once in the switch is off in the primary coil. لما شنو نغلق ال switch بالملف الابتدائي. V applied. أول شيء راح نكتب القانون أكيد مثل كل مرة. V applied L1 دلتا y على دلتا t زائد أينستاين في R. تعوض 200 زائد 25 أنت تريد تصغر دلتا على دلتا t وهذا أكيد صفر لأنه لحظة إغلاق ال أينستاين تكون صفر. أنت تقدر تستغني عن الأينستاين في R مباشرة تكتب V applied يساوي L دلتا على دلتا t يعني عادي. أوكي الناتج طلع لي 800 أمبير على سكن. طريقة أخرى هاي الطريقة اللي أحكي عنها هاني اللي هي V applied تقول E induction يساوي L دلتا على دلتا T مباشرة المكتب تزايد عين ستاعت في R. المهم تعوضهم من راح يطلق 800 أمبير على سكند. E induction الثاني نقطة ثانية يساوي سالب M دلتا على دلتا T. تعوض ال E induction هي سالب 40 مثل ما طاقيها بالسؤال وأكيد سالبة ويساوي سالب M دلتا على دلتا T. تعوض دلتا على دلتا T مع الملف الابتدائي اوكي اللي هو 800 سالب ربع سالب 40 على 800 اللي هو 0.05 هنري. نجي على السؤال اللي بعده قايل choose the correct statement of the following. يريد اختار العباره المناسبه. The radius of the nucleus r is change يعني نصف قطر النواه يتغير directly ويا ال a اس ثلث لو directly ويا ال a اس 3 لو عكسي ويا ال a اس 3 لو inverse proportion ويا ال a اس 3 عكسي ويا ال a اس 3. طبعا هذا قانون مبين شنو الجواب directly proportional ويا الأي أس الثلاثة. النقطة الثانية fermi level average of all energy levels لو energy يعني متوسط كل المستويات الطاقة لو energy level at the top of the valence band في أعلى حزمة التوصيل حزمة التكافؤ هاي الفالينس. أوكي ال highest energy level occupied at zero كيلفن اللي هو أعلى مستوى طاقة في الصفر كيلفن الصفر سيريزي لو أعلى مستوى طاقة بالصفر كيلفن مبين بالصفر كيلفن طبعا النقطة دي هذا الحل. وثلاثة ثلاثة ثلاثة at the highest absolute temperature the peak wavelength distribution for the radiation emitted from the black body shift the rates towards منو بأعلى يعني بالدرجة الحرارة المطلقة العالية يعني the peak wavelength distribution مال radiation emitted from the black body راح وين يتجه؟ هل الى longest wavelength يعني اطول طول موجي لو shortest wavelength اقصر طول موجي لو shortest frequency اللي هو اقصر تردد لو ولا وحده. الجواب مبين يا هو the shortest wavelength. اللي بعده what is the amount of increase in wavelength of a scattered photon in Compton effect if the scattered at 90 degrees angle زاوية الاستطارة 90. زين راح تكتب القانون. سهل السؤال يعني شلون في شيء حلو بسيط ايش نوع دلتا لمدا اي راح تقول دلتا لمدا اللي هي لمدا ناقص لمدا فتحه اذا تتذكر ذاك البدايه فهو نقول عين دلتا لمدا اتش على ام اي سي 1 ناقص كوساين ثيتا. الاتش ثابت الام ثابت السي ثابت تعوضهم كلهم وهذا الرقم يفضل انهم تحفظه حتى شنو حتى تضيع وقتك بالقسمه والضرب لكن لازم تعوض ضروري تعوض لان عليه درجات 1 ناقص كوساين 90 كوساين 90 هو اكيد صفر تمام بيبقى لك 0.24 في 10 سالب 11 هذا هو الناتج واكيد متر الوحدات الوحدات. البي what does the amount of the following depend on potential barrier in PN diode crystalline والelectric potential difference between the two ends of the conductor rod moves inside a uniform magnetic field. النقطة الأولى A type of semiconductor rate of doped impurity the temperature of the material. بالنسبة لل B the density of the magnetic flux B velocity B وعندنا الconductor length اللي هو L والانجل اللي هي الثيتا بين البي والبي واكيد تكتب القانون لازم 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 تكتب القانون متبهند الايموشنال تساوي بي ال ساين. طبعا يقول what is the effect of increasing the electrical resistance on the angular frequency with
and the quality factor in resonance in AC circuit. يريد تأثير زيادة المقاومة on the angular frequency width اللي هو وال quality factor تردد الزاوي وال quality factor معامل النوعية في دائرة الرنين. Increasing in angular frequency width because it's directly proportional with the resistance لأنه طردي ويا ال R. وتكتب القانون دلتا أوميجا R على L. و decreasing inequality factor يقل inequality factor ليش؟ لأنه هو inversely proportional عكسي QF 1 على R تحت جذر L على C. سؤال بعده نقل سؤال ألف من السؤال الثالث. Parallel the AC circuit parallel توازي contains pure resistance capacitor pure capacitance و inductor all connected شبيهم voltage source ال voltage source اللي هو برقة جهد 100 volt و the frequency 50 hertz the real power طبعا هاي F 50 hertz و ال P real 400 watt capacitive reactance ال amount هي 20 و ال self induction coefficient اللي هو معامل حث ذاتي 1 على 2 pi henry calculate the amount of أول شيء the current in the resistor يعني التيار بال R بالمقاومة وبال in the current in the capacitor والcurrent in the inductor and the total current بالمحث والtotal همينة وبعد شي يريد الphase difference angle theta والvoltage phase difference in the circuit and what are the properties هذا السؤال بمطلبين مثل ما كل مرة نقول لازم تكمل السؤال حتى إذا أكو مطلبين أنت جواب واثنين هم نقطة الشغلة الثانية رأيتها بهذا المطلب إنه يريد ال properties خواص الدائرة النقطة الثالثة هو الباور فاكتور عامل القدرة وأربعة توتال امبيدنس اللي هي المقاومة الممانعة عفوا مو مانعة أول شيء راح نقول ممانعة دائرة توازي بي توتال بي ار بي ال بي سي يساوي 100 بي ريال هي اي ار بما أن أعطاك بي ريال أكيد مليون بالمية بيها مفتاح الحل البي ريال هي اي ار في في ار تعوض راح تقول البي ريال هي 400 والبي ار هو 100 الاي ار راح يكون 4 امبير بالنسبة للتيار بالكاباسيتنس اللي هي المتسعة في سي على اكس سي 100 على 100 على 20 تعوض كل شيء مكان يعني استا كل شيء مدسة بس تعوض وطلع لنا 5 امبير الاكس ال 2 باي اف ال 2 باي في 50 في 1 على 2 باي تساوي 50 ايضا اذا اخترت 2 باي في 2 في 5 10 وها اخترت 2 في 2 فبقت لك بس 5 اذا بقى 50 اوم الوحدة لا تنسوها اي ال في ال على اكس ال 100 على 50 2 امبير اي توتال يساوي اي ار تربيع زائد اي سي ناقص اي ال الكل تربيع هذا القانون يعني تحفظه ليش لانه فادك بهاي الحاله تمام هسه راح نقول الاي تربيع هو 4 تربيع تقدر مباشره يعني مثلا الاي ار تربيع مباشره تقول 16 مو لا تقول 4 اي تربيع زين زائد 5 ناقص 2 الكل تربيع اللي هو راح يطلع لي 9 لانه 5 ناقص 2 3 الكل تربيع 9 25 الاي توتال هي 5 امبير تان ثيتا واحد على تان فاي اي سي ناقص اي ار على اي ار 5 ناقص 2 على 4 3 على 4 يا زاويه مالتها التان 3 على 4 اكيد 39 وهي تعطيك اياها بالاسئله بنهايه الاسئله تقلب الورقه بالنهايه راح يطلع لك الزاوية او مثلا الثوابت اللي موجودة عندنا بالمنهج كاباسيتيف بروبرتيز ليش كاباسيتيف بروبرتيز لانه الزاوية طلعت لي موجبة وهو توازي على ان يجد الطالب الزاوية فاي باستخدام العلاقتين كوساين فاي اي على اي ار على اي توتال او بي ريال اي تربيع اي توتال عفوا في في توتال كوساين فاي هذا القانون يعني تقدر تستغني عنه بحياتك وحتى ولا تجي منه هذه القانونين اللي هي هذا وهذا اللي طلعنا مال تان الفاي تقدر تستخدمهم زين يعني راح يكونون هم الرئيسيات بي اف كوساين فاي اي ار على اي تي اللي هو توتال 4 على 5 او 0.8 هذا عامل القدره ممكن ان يجد الطالب بي اف من العلاقه بي ريال اي توتال بي توتال كوساين فاي كوساين فاي كوساين 37 او باستخدام العلاقه راح يطلع لك كوساين 37 او 0.8 يجي على الممانع اخر مطلع بي توتال على اي توتال بي توتال تقريبا صار 100 على 5 اللي هو تيار الكلي 20 اوم او يجد الطالب شلون الزيت من العلاقه بي اف زيت على ار عندك بي اف ار وتستخرج الزيت بالنسبة للسؤال ال B What are the benefits of the two of the following capacitor placed in microphones المتسعة اللي موجودة بمكبرات الصوت والفوتو سيل الخلية الضوئية واللينز له قانون لينز هاي هي الفائدة أول شيء بالنسبة لل المتسعة الموجودة بالمايكروفون transformation of the mechanical vibrations into electrical vibrations طبعا أكو بالمنهج الإنجليزي إنه اكو شرح كامل يعني بدل عنا تقدر تكتب هذا الجواب اللي هو تحول الميكانيكال فايبريشنز الاهتزازات الميكانيكيه الى اهتزازات كهربائيه اوكي النقطه الثانيه measure the intensity of the light and convert the light energy to electrical energy تحول شده الضوء او تقيس شده الضوء وتحول اللايت انرجي into electrical energy
Determining the direction of the common lens. Determining the direction of the induced current in a closed electric circuit on application of conservation law of energy. يحدد لي اتجاه التيار المحدث في دائرة كهربائية مغلقة و application يعني ده تطبيق من حفظ الطاقة. زين. بالنسبة للنقطة الثانية تجمع عن الفوتو سيل و أكمل. السؤال الرابع فرع A explain generating self induced thermal force at both ends of the coil by activity. نشاط توليد self induced thermal force القوة للدافع الكهربائي المحدثة على طرفين ملف. نشاط tools هذا الاكتيفيتي نشاط tools 9 volt battery 9 volt battery switch wire coil with wrought iron at the core and 80 volt neon لا شغل 10 volt هنا 9 ب 80. هذا الرسم اكيد لازم ترسم كل نشاط وعليه درجات switch battery neon lamp والكويل زين كاتبين عليه درجة واحدة شوف. Oh, the steps. The coil, switch, and the battery are connected in series combination. نربط هم توالي. The neon lamp is connected in parallel combination. راح نربط النيون لام شنو parallel توازي ويا من ويا الكويل ويا الملف. The coil and the battery circuit is closed by the switch. راح نغلق الدائرة بالمفتاح. No glow in the lamp. ماكو أي glow باللامب. The coil and the battery. طبعاً glow يعني إشعاع يعني ما اشتغل اللامب. The coil on the battery circuit is opened by the switch. The neon lamp will glow brightly. إنه راح يشتغل لا وهمنا brightly يعني مضيء بشكل قوي. For a while, although the battery is disconnected from the circuit, برغم إنه يعني مفصول عن البطارية. Conclusion: The neon lamp doesn't glow when the switch is closed because the voltage applied on its ends is not sufficient to glow it. The growth of the current from zero to a constant amount is slow because of generation and induced electric motive force. شنو هذا conclusion؟ انه النيون لام ما اشتغل لما غلقنا الدائره لانه الفولتج اللي مسلط عليه ما كانت كافيه بينما اشتغل لما يعني طفيناها لانه كانت اكو يعني جروث انه من التيار من الصفر الى قيمه ثابته بسبب تولد القوه دافع الكهربائيه المحدثه. طبعا هذا هو تعليل مهم جدا ووزاري ومكرر هذا الكونكلوجن اللي هو الاستنتاج بعد شنو هنا in the coil and there's the carries of that force according to Lenz's law. هاي تكملة مالته. النقطة الثانية the neon lamp glows when the switch is opened because of the generate a huge voltage on its ends was sufficient to glow this because the quick fading of the current through the coil generates a huge self-induced electromotive force on the coil. The coil acts as a source of energy which provides the lamp by an enough voltage to glow. هاي لسه قلتها قبل شوية انه راح يشتعل لما يعني نوخر السويتش او نفتح السويتش ليش لانه الكويك فيدينج اوف ذس اوف ذا كرنت لانه التيار هبط زين ثرو ذا كويل خلال الملف وولد سيلف اندوسينج موتور فورس عاليه اندكشن عاليه اون ذا كويل وهذا كان كافي انه يشعل الضوء. النقطه اكو بعد نقاط خلص لا عندنا البي يقول give the reason of the two of two of the following يعني عالية. In a producing X-ray, the target material is made of high melting point fusibility material. بالX-ray بالأشعة السينية ال target metal راح يكون مصنوع من مادة عالية ال fusibility. ليش؟ شنو السبب؟ زين. السبب هو سبب the result of heat generation due to the collision of electrons with the atoms of the target material. بسبب انه الحرارة اللي راح تتولد بسبب ال collision يعني الاصطدام مال الالكترونات ويا الاتومز مال التارجت ماتيريال. المادة المستهدفة بعد نقطة ثانية the maximum amount of the electric potential difference can be determined. يمكن ان تحدد is specified written on the capacitor. ال voltage يعني فرق الجهد راح يكتبوه على الكاباسيتور. ليش او هل هذا مهم او علل؟ كلهن نفس الجواب راح يكون سبب because in case the potential difference on the plates kept increasing this will greatly increase the electric field between the plates which will lead to an electric breakdown of the dielectric as a result of the electric spark passing through it this will destroy the capacitor damage its capacitor damage the capacitor يعني شنو ضروري انه هون يكتبها ليش لانه اذا ال potential difference او فرق الجهد استمر بالزيادة راح يدمر المجال الكهربائي بداخل العازل وبهالحالة راح يدمر العازل بسبب مرور السبارك اللي هي شرارة بيها وهذا راح يتلف المتسع.
بعد النقطة الثالثة why is it recommended to use an inductor to control and discharge current of a fluorescent lamp not to use a pure resistance. ليش يفضل انه يستعمل محاث بدل المتسعة؟ ها شنو السبب؟ Because when the inductor is pure, it consumes no power, P dissipated يكون صفر, while the resistance is consumes power, P dissipated, I can be pure. لأنه الاندكتر ما يأخذ power بينما يعني قدرة ما يستهلك قدرة ولكن الـ power تستهلك قدرة. السؤال الخامس عندي C1 9 C2 18 و parallel plates connected in series أو التوالي الفرق جهد 24 أكو عازل وبالمتسعة الأولى وبعد هي البطارية متصلة وعندنا الـ Q total 288 مايكرو كولوم يريد قيمة الـ K ويريد فرق الجهد بين الصفيحتين المتسعة قبل وبعد إدخال العازل. زين هسا أول شيء قبل وبعد إدخال العازل هو يريدها فأول شيء راح نقول CQK هي Q total K على دلتا بي total K 288 على 24 ما نشوف طريقة من السؤال طبعا واحد بما أنه الربط توالي فواحد على واحد على CQK واحد على C1K واحد على C2 تعوض كل شيء مكانه يطلع لك الواحد على C1K هو واحد على 36 C1K 36 مايكرو كولوم C1K Q K C1 إذا الكي راح يكون C1K على C1 36 على 9 العازل 4 طريقة ثانية لحل دلتا بي 2K Q2K على C2 288 على 18 16 فولت دلتا بي 1K دلتا بي 2 توتال كي ناقص دلتا بي 2K هسه هنا مباشرة أقول 24 ناقص 16 يطلع لي 8 فولت C1K Q1K دلتا بي 1K 288 على 8 36 مايكرو فاراد الكي يساوي C1K على C1 36 على 9 4 بالمناسبة هاي الطريقة الثانية أسهل وأقصر بس هذه شنو يعني هواي أسئلة تنحل عليها الطريقة الأولى هواي أسئلة هذه لازم يكون عندك شنو حال كلش هواي أسئلة ومتمرس يعني حتى شنو بسرعة تجيك الفكرة مال الفكرة الثانية اللي هي الطريقة الثانية يفضل إنه تحل أكثر من مرة وتحل لحد ما تضبط الأسئلة تمام هواي أكو أفكار وزارية يفضل إنه تضبطها كلها حتى شنو مباشرة تعرف إنه الطريقة الأقصر الطريقة الأسهل شلون هسه مثلا عندنا هاي الطريقة الثانية نكمل سؤال البي بيفور انسرتنج دايركتري قبل ما نحط العازل 1 على CQ زائد يساوي 1 على C1 زائد 1 على C2 عوضنا وطلعتنا CQ هي 6 مايكرو فاراد الQ توتال اكيد راح تكون CQ في دلتا بي توتال الQ توتال هي 6 في 24 144 مايكرو كولوم الQ توتال هي بما انه الربط توالي فراح تساوي Q1 وتساوي Q2 يساوي 144 مايكرو كولوم دلتا بي 1 Q1 على C1 144 على 9 16 فولت دلتا بي 2 Q2 على C2 144 على 18 يساوي 8 فولت او من العلاقة اللي هي دلتا بي توتال يساوي دلتا بي 1 زائدا دلتا بي 2 هسه ولو ما حطينا العازل كيو توتال كي يساوي Q1 كي يساوي Q2 يساوي 288 ليش؟ لانه الربط توالي دلتا بي 1 كي Q1 كي على C1 كي 288 على 36 يساوي 8 فولت دلتا بي 2 Q2 على C2 288 على 18 يساوي 16 فولت دلتا بي 2 يساوي دلتا بي 2 ناقص دلتا بي 1 دلتا بي 2 هذه الطريقه ثانيه دلتا بي 2 مثلا 24 ناقص 80 فمليت عليك 16 طبعا هاي المسائل كلش تونس يعني من تحلها تشوف انه كل ما تحل اكثر كل ما تضبطها اكثر وتشوف انه بعد كانت شلون بسلاسه تنحل بيدك بعد البي answer the two of the following prove the unit capacitance and reactance measured in ohm اثبت لي انه الاكس سي تنقاس بالاوم what are the properties of laser خصائص الليزر و when Young's experiment is carried out under إذا حطينا تجربة يونغ جوا المي شلون راح الانترفيرنس باترن بيأفكت شلون راح يتأثر النمط التداخل زين نجي على أول نقطة الإثبات مال الإكس سي 1 على 2 باي إف سي وطبعا الإف هي بالهرتز والسي بالفاراد زين الهرتز راح يصير 1 على سكند زين الفاراد هي شنو هي كولوم على فولت أوكي الكولوم هو منو الكولوم هو أمبير في سكند الكولوم امبير في سكند نختصر السكند ويا السكند زين فتبقى امبير على فولت هاي بالمقام مقام المقام بسط راح يصير فولت على امبير واللي هو اوم النقطة الثانية خصائص الليزر مونوكروماتيك ويف لينث مونوكروماتيسيتي اللي هذه الطول الموجي اثنين كوهرنسي تشاكف دايركشناليتي اتجاهية براتنس السطوع نقطة ثالثة the wavelength of the light in water is shorter than that of the air according to the relation هي لمدة على n the distance between the interference of Frank's زين Frank spacing هاي يعني مصطلح ثاني اللي هي دلتا y
راح تبقى decrease according من القانون من وين دلتا واي لمدة ام على دي. واضحة هاي مال انه تحطها جوا المي، لما تحط تجربة يوم جوا المي راح يصير اكيد راح تقل ال decrease الدلتا واي، بما انه دلتا واي قلت. طبعا اكو شغلة، هذا القانون وهذا قانون، اكو قانونين كتبهم اثنينهم زين. Find the length of the Brownian wave associated to an electron which has been accelerated during potential difference of 50 volt. جد طول موجة ديبرولي المرتبطة بالإلكترون اللي شنو accelerated during potential difference فرق جهد 50 volt. يريد لمدة ديبرولي ومنطيني فرق جهد 50 volt كي إي نصف أم بي تربيع إي بي نصف أم بي تربيع. إذا الإي 1.7 × 10⁻¹⁹ في 50 يساوي نصف هذا ثابت الأم 9.11 × 10⁻³⁴ والبي بالسؤال لو يطيك إياه لو هو يريده يطلع هنا هو يريده بي تربيع تضرب قسم يطلعلك 4.2 × 10^6 متر على سكن بالجذر. بالجذر هذا هيش طلعي أنت لازم تجذر تربيعي زين. اللمدة هي H على MV أوكي اللمدة هي H على MV ستة ثابت الاتش والام هم ثابت البي استوى طلعته قدرت تستخرج اللمدة مال ديبرولي 0.173 × 10⁻¹ متر لا يحافظ الطالب على النتائج النهائية. شوف كاتب بالاجوبة انه لا يحافظ الطالب على النتائج النهائية. اكو شغلة هنا هذا مو يطلع ناتج في اغلب الاحيان هو ما يطلع من تحت الجذر التربيعي، فانت شلون تقدر تستخرجه؟ اكو فد قانون يعني يطلع في شيء تقريبي اوكي اللي هو تقول انه هذا الجذر مالته راح يساوي الجذر، الجذر اقصد يعني الرقم، اي رقم يطلع لك انه الجذر تربيع. من يطلع لك هذا الرقم وتزيد على هذا القانون، شوف تقول له الرقم اللي يمطك اياه تمام زائدا هذا الرقم صارت مشونه زائدا خلي اوضحها اكثر اكبر الصوره. شوف تجي الرقم هذا هو الرقم مثلا اللي راح يطلع لك بالجسم زائدا اقرب جذر لهذا الرقم اوكي مثلا خلينا نقول طلع لك 26 انت اقرب جذر عندك منه 25 يطلع من تحت الجذر التربيعي يطلع لك 5 على 2 في جذر اقرب جذر اقرب جذر اللي هو 25 تحت الجذر 5 2 10 26 25 يطلع لك 40 و 50 تمام 50 على 2 في جذر 10 اذا طلعت 5.1 طلع تقريبا مو بالمضبوط لكن تقريبا. المهم هنا طلعنا 4.2 زين نجي نكمل بعد عندنا سؤال ال B answer to of the following. What is the difference between the positive ions and the positive holes? مقارنة. نروح للمقارنة مهمة. Positive ions it is generated from a pentavalent donor impurity atom such as antimony that has lost its fifth electron. In a whole empty space devoid of electrons in valence bond generated by thermal effect or by doping the semiconductor material with trivalent impurity. زين النقطة الثانية بنس with 4 neighboring silicon atoms therefore the impurity atom becomes a positive ion. هذه تكون free to move. نقطة ثالثة it is not a charge طبعا هي مو شحنة carried it does not participate in the electron conductivity process of the doped semiconductor ما راح تشارك بعملية التوصيل. هنا they have a role in electric conduction عندها وظيفة بال بالتوصيل they are major the majority carriers in the type semiconductor and the minority in N-type. هم الماجورتي يعني الغالبية بالP والأقلية بالN-type. What are the conditions of permanent constructive interference? شنو هي هاي الدائم اللي هو التداخل الدائمي. If the two waves are connected or coherent يعني متشاكية كلا الموجودين. If they vibrate in the same plane and in the same media and pass through the same point at the same time. إذا هم شنو يهتزون بنفس المستوى وبال same media and pass through the same point at the same time. أو جواب ثاني the optical path difference اللي هو delta L equal to zero or an integer number of the wavelength delta L m lambda. الm تكون 0 1 2 phase difference theta تكون equal even number of pi rad. إذا ذكر الطالب نقطة ثلاثة فقط يعد درجة كاملة والفاي طبعا راح تكون 2 pi 4 pi 6 pi ولا ما لا نهاية. آخر نقطة illustrate by a diagram how inductive reactance change with the current frequency and capacitive reactance change with the voltage frequency. شلون تتغير ال XL وشلون تتغير ال XC. هذا مباشرة بس ترسم على هاي الدرجة كاملة 5 درجات بس ترسم الخط 3 خطوط تحط X L و F و L كونستانت X C F و C كونستانت. الفرق شنو؟ هنا عندك خط لينير مستقيم هنا منحني كيرف. ليش؟ لأنه
اكسي. وليش هذا خط؟ لانه هو اكثر. وخلاص هاي هذا اخر شيء كان خلصنا مال الاجمال المدرجي مال 2022 دور الثاني. ان شاء الله الافكار كانت واضحه. هو اهم شيء انه ما تنسى الوحدات، تقرا السؤال النهائي، تركز. ان شاء الله كان كل شيء واضح، واتمنى لكم التوفيق جميعا. See you next time.